أحبتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأرحب بكم أجمل ترحيب، وأعود إليكم ثانية لأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج موصليات. هذه الحلقة سوف تكون عن جمعية فعل الخيرات في الموصل، ومنذ سنوات وأنا أريد أن أتحدث عن جمعية فعل الخيرات في الموصل، وأريد أن أذكر بها وبنشاطاتها الاجتماعية الخيرية والإنسانية الكبيرة في شكلها والكبيرة في مضمونها. وها أنا اليوم أكرس هذه الحلقة من برنامج موصليات لألفت انتباهكم أحبتي أهلي أبناء الموصل إلى هذه الجمعية التي تأسست رسميا سنة 2009، وكانت ومنذ سنة 1985 تمارس عملها في جامع الشهيد راكان توفيق سليمان، أو ما يسمى أيضا جامع حي الكفاءات الأولى، على أنها كانت لجنة وبالاسم نفسه لجنة فعل الخيرات. أحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير لأتحدث عن هذه الجمعية، جمعية فعل الخيرات، والتي كان من أهدافها الرئيسية جمع التبرعات المالية والعينية وتوزيعها على عوائل الأيتام والمتعففين في مدينة الموصل. وقد كنت على اطلاع تام بما كانت هذه الجمعية تفعله، وهي لجنة من أجل الخير و تحديد العوائل والأسر التي هي بحاجة إلى رعاية، وخاصة عوائل الأيتام والمتعففين. وكانت اللجنة قبل أن تسمى جمعية تقدم الإعانات وتوزعها عليهم في مناطق سكناهم، وأتذكر أنها كانت تختار يوم الخميس من كل أسبوع للقيام بهذه الفعالية. كما لا زلت أيضا أتذكر أنهم كانوا يوزعون في شهر رمضان المبارك سلالا غذائية تتضمن مواد أساسية يحتاجها الصائمون من أبناء هذه العوائل والأسر، وخاصة اللحوم. هذه الجمعية أيضا كان لديها مشروع يسمى مشروع الأضاحي، والذي كان يستفيد منه آلاف من المحتاجين. كذلك أسهمت هذه الجمعية في التصدي لحالات النهب والسلب الذي تعرضت له جامعة الموصل ومؤسسات الدولة خلال الاحتلال أو بدء الاحتلال الأمريكي للعراق ومنذ الساعات الأولى. وقبل أن أتوسع في ذكر ما قدمته هذه الجمعية، جمعية فعل الخيرات، من مجهودات وإنجازات لا بد لي أن أقف عند الآباء المؤسسين لهذه الجمعية، وأبدأ بالأخ والصديق ورفيق العمر زميلي منذ دراستنا الثانوية في الإعدادية الشرقية منذ أكثر من نصف قرن، الأستاذ الدكتور سعد الله توفيق سليمان، أستاذ الكيمياء في كلية العلوم ورئيس جامعة الموصل الأسبق. وأذكر أيضا الأخ الأستاذ الدكتور طارق صالح عباوي نائب رئيس الجمعية، وكذلك المهندس المعماري الاستشاري الدكتور أحمد يوسف العمري الأمين العام للجمعية، والأخوات والإخوة أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، ومعهم جنود مجهولون
متطوعون يعملون في الجمعية ويبغون فعل الخير واحتساب ما يقومون به لله. جمعية فعل الخيرات التي يرأسها اليوم كما قلت الأستاذ الدكتور سعد الله توفيق سليمان، جمعية إنسانية مستقلة مسجلة في العراق وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، ويتركز عملها في الموصل، وتتبنى نشاطات خيرية لمساعدة الأرامل والأيتام والمعوزين والفقراء والنازحين ومن فقدوا معيلهم وخربت بيوتهم، وتعمل الجمعية على إغاثتهم بوسائل عديدة أبرزها توفير سكن لائق لهم وإغاثة المرضى والمحتاجين والنازحين. قد يتساءل البعض عن مصادر تمويل هذه الجمعية والسمعة الطيبة والفعل الكبير الذي تقوم به، فأقول أن هذه الجمعية منذ أن أسست سنة 1985 حتى ظهورها بشكل رسمي سنة 2009 أي قبل 10 سنوات، لها مصادر منها تبرعات المحسنين وأموال الصدقات وأموال الزكاة وأموال المساعدات والتبرعات التي يقدمها المحسنون، وقسم كبير من هؤلاء لا يود ذكر اسمه. لا أستطيع في هكذا عجالة أن أسرد لكم كل ما قامت به هذه الجمعية وما تقوم به، لكنني أقف عند مشاريعها التكافلية ومشاريعها الإنسانية، وخاصة في مجال الإسكان، وفي مقدمتها مشروعها الرائد الأول مشروع كافل اليتيم، والذي تقوم فكرته على أن يتعهد الشخص، أي شخص يروم كفالة يتيم واحد أو أكثر، بدفع مبلغ 50,000 دينار على الأقل شهريا للجمعية، والجمعية تقوم بدفع رواتب شهرية للأيتام. ولكم أن تتصوروا عظم هذا المشروع إذا ما عرفتم أحبتي المشاهدين أن في الجمعية اليوم أكثر من 7,250 عائلة، قرابة تحوي قرابة 25,000 يتيم، وهذه الإحصائية تعود إلى اليوم الأول من آذار سنة 2019. إذن المشاريع الكبيرة والرائدة التي تبنتها هذه الجمعية، جمعية فعل الخيرات في الموصل، هي مشاريع البناء الخيرية الرائدة، وأقصد بها المجمعات السكنية التي شيدتها لإسكان الأيتام، وحتى اليوم أنجزت مجمعين سكنيين يستوعب كل مجمع أكثر من 750 يتيما مع أمهاتهم الأرامل، وهناك مجمع ثالث قيد البناء، وهذه المجمعات هي من تصميم المهندس المعماري الاستشاري الدكتور أحمد يوسف العمري. المجمع السكني الأول في حي الصديق، وتجدون صورته إلى جانب هذا الكلام، ويضم هذا المجمع وحدات سكنية لإسكان 47 عائلة، ويضم أيضا عيادات طبية ومشغل لتعليم الحرف للأيتام، وجامع ومدينة ومكتبة للأطفال، وروضة وملاعب وحدائق. وقد افتتح هذا المجمع سنة 2012. أما المشروع الثاني فهو المجمع السكني الخيري الثاني الذي افتتح يوم 14 مايس سنة 2018، ويضم 112 وحدة سكنية تتسع لإسكان 500 يتيم مع أهليهم، ويضم أيضا هذا المجمع مدرسة ومكتبة وجامع. ومن الطبيعي أن أذكركم أن من كان وراء بناء هذين المجمعين والشروع ببناء مجمع ثالث هم
المحسنون المتبرعون جزاهم الله كل الخير وجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإن من أقسام جمعية فعل الخيرات أيضا مشروع خيري ملحق بالجمعية، وهو من تشرف عليه، أقصد به عيادات الحاجة أم مجاهد الصواف زوجة الشيخ محمد محمود الصواف الداعية والكاتب والمفكر الإسلامي الموصلي المعروف رحمة الله عليه. وقد افتتحت هذه العيادات في اليوم الخامس من شهر تشرين الثاني سنة 2010. ولجمعية فعل الخيرات أيضا دور كبير في توفير فرص التعليم للأيتام، وابتداء من رياض الأطفال، وهناك مثلا روضة صلة الأرحام، كما أن للجمعية دور في تدريب الأرامل والفتيات اليتيمات في مشغل للخياطة فتح في مجمع الخيرات الأول. ولا ننسى أن هذه الجمعية أيضا مدت يد العون للفتيات والفتيان اليتيمات واليتامى، تقوم أيضا بدورها التربوي والأخلاقي في توجيه وتربية وتوعية هؤلاء وفقا للقيم والمبادئ الأخلاقية والتربوية الحديثة والصحيحة. أيضا هذه الجمعية لها دور في مشروع إغاثة المرضى من الفقراء، وخاصة المصابين بالعجز الكلوي أو السرطان أو اللوكيميا والثلاسيميا والشلل. ويوجد قسم من هؤلاء المرضى الذين طبعا ترعاهم هذه الجمعية، فضلا عن إغاثة ضحايا الحرب والمعاقين يوميا. وأيضا توجد عيادات طبية خيرية في هذه المجمعات السكنية. وأيضا كان لهذه الجمعية دور في حفر الآبار في أحياء مختلفة من الجانب الأيمن من الموصل، خاصة بعد انقطاع مياه الإسالة وخلال سيطرة عناصر داعش على المدينة. وبلغ عدد ما حفر من الآبار في الجانب الأيمن قرابة 50 بئرا. أيضا هذه الجمعية قامت ببناء عدد من الكروانات وبمساحة 24 متر مربع، وفيها غرفتان بمساحة 36 متر مربع. وأيضا لهذه الجمعية دور في مساعدة عدد من العوائل في الجانب الأيمن، وخاصة في مجال إعمار دورهم. وحسب ما علم أنهم تقريبا قاموا بإعمار 250 دارا في المرحلة الأولى، وهناك مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة، فضلا عن إسهامها في فتح الطرق وتنظيفها. والذي أريد أن أقوله في ختام هذه الحلقة أنني أحتاج إلى وقت طويل حتى أضعكم في الصورة الحقيقية لما تقوم به هذه الجمعية الخيرية الإنسانية، جمعية فعل الخيرات، والتي يجب أن نعتز بها ويعتز ويفخر بها كل موصلي. وأقول أن هذه الجمعية تهيب بكم جميعا أن تدعموها وتقدموا لها ما تستطيعون، وهي مستعدة دوما من خلال مقرها في حي الصديق مجمع صلة الأرحام، مستعدة لاستلام زكاة المال والصدقات والتبرعات لكي تعمل على توزيعها بأمانة. ويقينا أن ما ستفعلونه سيصل حتما إلى المستحقين الحقيقيين من الأيتام والأرامل والمتعففين، وأغلبهم من الذين وصفهم رب العزة والجلال حين قال في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أنهم لا يسألون الناس إلحافا. شكرا لإصغائكم، وإلى حلقة أخرى من برنامج موصليات.